أمن إسرائيل، تلك هي الذريعة التي تسعى من خلالها تل أبيب توريط واشنطن الغارقة في الأزمة البحرية في الملف اليمني أكثر فأكثر، حيث كشفت صحيفة يدعوت أحرنوت أن رئيس وزراء الكيان بنيامين نتنياهو طلب من الرئيس الأمريكي جو بايدن إيقاف العمل بشكل دفاعي مع الحوثيين واتخاذ خطوات لردعهم. وأكدت الصحيفة العبرية عن مصدر سياسي قوله إن رئيس الوزراء الإسرائيلي اقترح إنشاء إطار عمل لتحالف دفاعي إقليمي في الشرق الأوسط على غرار الناتو مع إسرائيل والولايات المتحدة لمواجهة الحوثيين. اللافت في الأمر أن تل أبيب التي تسعى لإنشاء تحالف شرق أوسطي لمواجهة تهديدات الحوثيين تعمد إلى ذلك الهدف عن طريق الترهيب. هذا الميناء، فضرب المنشأة النفطية في الحديدة على الرغم من أهميته لم يكن الهدف الأساسي للحسابات الاستراتيجية الإسرائيلية، بل كان رسالة للفت الانتباه إلى ما يمكن لإسرائيل تحقيقه على نطاق أوسع، وهو ما بدا واضحا من خلال التهديدات التي أطلقها رئيس برلمان الكيان وعدد من القيادات الإسرائيلية المتطرفة. على الجانب الآخر، يبدو أن التهديدات الإسرائيلية لا تشكل قلقا لدى جماعة الحوثي، حيث توعد زعيمها عبد الملك الحوثي بالانتقام من إسرائيل ردا على الغارات التي استهدفت الحديدة. وأكد الحوثي أن الهدف من الاعتداء على الحديدة كان استعراضياً وفي سياق الاستهداف الاقتصادي ومحاولة لردع الجماعة عن مساندة غزة. أمام هذا المشهد تتزايد المخاوف من انزلاق المنطقة إلى أتون فوضى وحرب إقليمية كبيرة مع اتساع رقعة الصراع يوماً بعد يوم وتصاعد حدة الموقف على جبهات عديدة بشكل متزامن، في وقت تواصل فيه إسرائيل إشعال المزيد من النيران للحفاظ على كيانها المترنح.